الواقع دلوقتي الحمد لله بفضل ربنا في اقتصاد مصري نهض كتير، بالرغم ان احنا كان في فتره من الازمات اللي احنا عدينا بيها ازمه كبيره خالص في مصر ساعه بعد 25 يناير. كان الاقتصاد المصري يعتبر كان بيتدهور بصفه كبيره يعني، فالحمد لله اللي احنا عملنا كذا مبادرات طبعا تحت تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي هي منها المبادره بتاعت حياه كريمه، ومنها مبادره تطوير الريف المصري، ومنها والنشاط السياحي برضه رجع الحمد لله بفضل ربنا اكتر من الاول. احنا النهارده في اطار احدى الفعاليات اللي بتقام داخل محافظه اسيوط في اطار المؤتمر الاقتصادي اللي شهده معالي رئيس الجمهوريه اليوم، واللي بينم عن شفافيه الدوله نحو القرارات الاقتصاديه اللي بتاخدها، والشفافيه دي بتؤدي الى كشف الحقائق وتوضيح المواطنين مدى ما تقوم به الدوله من جهود. كانت مصر بتطلق مبادره اسمها حياه كريمه، حياه كريمه ديت قدرت بالفعل توصل لكل جمهورية مصر العربية، كل القرى مصر وكل نجوع مصر. احنا هنا في الصعيد كنا بنقول ان الصعيد ده مش موجود، كنا بنقول ان الصعيد ده منفي. النهارده الصعيد بيتطور، الصعيد بيتعمل فيه شبكة طرق وكباري ما كناش متوقعين انها تتعمل. الصعيد النهارده بيتعمل فيه بنية تحتية زي المجمعات زي المدارس زي المستشفيات. وان الأزمة الاقتصادية دي ايه الفكر اللي الدوله حطاه عشان تعدي الازمه الاقتصاديه، فبيطلب من الناس بس ان هي تتكاتف وتتحالف مع بعضيها عشان نعدي الازمه الاقتصاديه اللي موجوده، من خلال برضو ان الحكومه بتعمل بعض المشروعات القوميه اللي بتساعد بيها الشباب من خلال جلب المستثمرين من الخارج لعمل مشروعات وفتح مصانع جديده.